لكن بعض القوى السياسية تمتلك عشرات إذا مو مئات الآلاف من البطاقات الإلكترونية المؤقتة ومحضرتها من الآن للتزوير. نعم حضرتها من الآن للتزوير. يعني ما أخذتها من العالم لو هي مزورة. لا 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 هي ما أخذتها من العالم، مشتريتها من العالم وضمتها عدها. زين وهذه محضرتها لحتى تزور الانتخابات القادمة. إذا ما صوت في البرلمان نعم. على تعديل هذه الفقرة في قانون الانتخابات ويكون الانتخابات الانتخاب حصرا باستخدام البطاقة البيومترية. هسه بعض الناس أو بعض اللي يتحججون يقولوا هم ما يبدون البيومترية لأنه مصالحهم تنظر، بيقولوا ما اللحق. أنا أقولهم لا اللحق، واللحق بالطريقة الآتية، وكلامي يسمع رئيس رئيس مجلس الوزراء وأكيد مستشارين الإعلاميين راح يوصلون هذا القرار من مجلس الوزراء أنه كل موظف ما يستلم راتبه إلا يروح يحدث البطاقة البيومترية مالته.